شاء الله اليوم راح نبدا طريق جديد من ستريت الى ريجنت بارك. راح نمشي بعد ريجنت بارك طريق ثاني طريق ريجنت ستريت. هذا الشارع المشهور اللي يبدا من ريجنت بارك بعد كده اوكسفورد سيركس، يعني يطلع الشارع الشهير في لندن أوكسفورد ستريت، بعدين نروح على البيكاديلي. يعني الشارع يبدأ من الريجنت بارك اللي هي حديقة الريجنت المشهورة وينتهي في البيكاديلي سيركس اللي هي يعني بداية بيكاديلي. هذه متقاطعة بيكاديلي سيركس مع نسيت، تخيلوا أنا عايشة في لندن لي 13 سنة 14 سنة دحين ونسيت مقدارها هي مع الجرين بارك ستريت. ماي فير التقاطع حق بيكاديلي سيركس ياخذ جرين بارك ستريت وماي فير ستريت. الحين هذه ريجنت بارك سكوير. يدخلوا هذه البارك مقفولة بمفتاح، كل من عنده مفتاح يقدر يدخل بها. طبعا انتوا عارفين او اذا ما كنتوا عارفين اقول لكم الريجنت بارك هي ثاني اكبر حديقة في لندن وجواها حديقة خاصة ان شاء الله تكون ليها، اسمها حديقة الاميرة ديانا للزهور. ريجنت بارك هي بداية الريجنت بارك، احنا ماشيين في المتوازي للريجنت بارك. طبعا زي ما انتم شايفين بعض طلب القط والكلب كات اند دوغ بيجروا ورا بعض، ما انت عارف في نفس اليوم بتكون شمس في الصباح، بعد شوية يجيك غيم ومطر، ممكن في لحظة يجيك تلج اللي هو البرد احنا نقوله اللي هو التلج اللي عامل زي القزاز الصغير هذا اللي يجي نقط المطر تكون متلجة. هذا كله ممكن تشوفه في يوم واحد، يعني ما بتعرف تلحق تقلع تصيف ترجع تشتي، في نهاية اليوم بتاخذ لك ضربة برد. ما شاء الله المطر حلو على الصباح كده. سامعين صوت العصافير؟ Thank you.
احنا لسه في سور واحد من اسوار الريجنت بارك ولسه ما وصلنا لنهاية السور. خلاص قربنا من نهاية السور. المركز المركز الإسلامي مسجد الملك فهد والمركز الإسلامي في ريجنت بارك. طبعا في هذا المسجد بتقام صلاة الجمعة وصلاة العيد والصلوات الخمسة إن شاء الله كلها يعني إن شاء الله بقول عشان إحنا دحين في وقت البانديميك وقت الحظر بتبع الأوامر إنه المساجد ما بتفتح إلا إلى 6 أشخاص فبالتالي الصلوات ما بتقام مقنن يعني أكثر من 6 أشخاص يعني يفضلوا يدخلوا يخرجوا 6 يدخلوا 6 يخرجوا ما بيتواجد أكثر من 6 أشخاص حتى لو كان المسجد جدا كبير أفضل عشان الوباء هنا انتشر بطريقة صعبة. برضو هذا البارك رود موازي للريجنت بارك. طبعا هذه الزاوية هنا في المركز الإسلامي ما شاء الله مركز كبير هذه المسجد الشقق هنا يعني جميلة وستايلها حلو بتكون دائر ما يدور أغلبها شبابيك زي ما بيقولوا مفتوحة طول النهار الشقة مطولة وسقفها عالي يعني أغلب المباني في هذا الشارع ستايلها زي ستايلنا في العرب المباني كلها. Thank you.
تركيا تحدي هذه القصور. الحين دخلنا في فيها مباني سكنية وبعض جدا رائعة في هذه المنطقة، منطقة سكنية وأسعارها جدا رائعة وسهلة الوصول يعني للمنطقة المركزية. هي تعتبر في أطراف المنطقة المركزية وبتمر بشارع شهير اللي هو شارع كيلبورن، شارع حيوي. ندخل دحين على شارع جيمس ستريت أو كينجز جيت. خرجنا من جيمس أطفال، وهنا مباني خاصة.